دي مصنع اتقفل عين فيه ليه؟ ما هو كان السؤال يا فندم، يعني الدولة أعطت الكثير لرجال الأعمال، كان فرصة إن هم في الفترة ديت يعطوا للدولة القليل يستحملوا شوية. هسألك سؤال، أشتغل إزاي كرجل أعمال ومفيش كهرباء في البلد؟ النهاردة في كهرباء في البلد؟ لا مفيش كهرباء. وزير الكهرباء بيعترف إن ما تتوقعوش حل قريب. مش هنقول أسبابها إيه وأخطائها إيه، وأخطائها من أيام حسني مبارك ولا بعد حسني مبارك، لكن الواقع نحن النهارده عندنا ازمه كهرباء. كان في حلول برضو بيترد يا فندم عليها، ان لو جابوا الفنادق جابت جينريتور على حسابه ممكن تتحمل بعض التكاليف شويه لتعويض فترات الانقطاع. اللي عنده مصنع يجيب جينريتور على حسابه؟ انا بتكلم على الفنادق. لا بتكلم على الاقتصاد في مصر. ما فيش كهرباء. انت شايف حضرتك ان رجال الاعمال تحملوا ولا كان ممكن ان يتحملوا اكتر؟ رجال الاعمال المصريين المحترمين متحملين وسيستمروا واغلبهم على فكره من المحترمين وسيستمروا متحملين، لان دي بلدهم ورجليهم مغروزه فيها ومش هيسيبوها. لكن مش متكلمش على مصر، انا بتكلم على الاجنبي. يجي النهارده ليه؟ يجي واحد النهارده من دوله اجنبيه عربيه او اجنبيه يشتغل عندنا ليه؟ هل عندنا امن؟ سؤال واضح كده. هل انا كاجنبي جاي اشتغل في بلد ما فيهاش امن؟ بس الامور تحسنت بالنسبه لقطاع الامن لحد كبير. انا ما بقارنش مصر النهارده مصر امبارح. مصر 24 يناير. انا بتكلم، انا عربي قدامي مصر وقدامي تونس وقدامي لندن وقدامي نيويورك وقدامي الهند وقدامي استراليا. اي بلد فيها امن، مش هقول كان في مصر الامن منعدم وبقى نصف منعدم. طب هي خالص ليه؟ انا كمصر دي بلدي هشتغل فيها مش هسيبها. انما الاجنبي لا. الاجنبي اجي ليه؟ إذا كنا النهاردة عايزين نجيب استثمار أجنبي، وأحب أبلغ حضرتك إن في أحسن فترة جاء فيها استثمار أجنبي قبل الثورة وصل لمصر 13 وكذا مليار دولار في السنة واحدة. النهاردة إحنا عايزين نصل لهذا الرقم، مش بكرة ولا بعد بكرة. عايز بس أستفسر في الرقم ده فندم عشان بعض الخلاف فيه، هل ده كان استثمار مباشر ولا شراء أراضي؟ لا 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 مباشر، استثمار مباشر. استثمار في مصانع وحاجات زي كده؟ أه طبعا. لا استثمار في المصانع واستثمار في قطاع البترول واستثمار في قطاع الاتصالات واستثمار في قطاع كل القطاعات مجموعها الاجنبي المباشر كان 13.6 مليار دولار. احنا النهارده اظن 2 مليار، عايزين نرتفع عشان نصل الى 13 ونزيد عليها. بس عشان نرتفع عايزين اولا امن في بلدنا. هقول لك حاجه ثانيه، ماذا قاله المستثمرون الخليجيون اللي جم عملوا مؤتمر في 4 و5 ديسمبر الماضي؟ أولا كان مؤتمر ناجح جدا. تمام. نجحت مصر في دعوة المستثمرين الخليجيين، جاء عدد كبير من أعلى المستويات في بلدهم وقابلوا برضو أعلى المستويات الاقتصادية في مصر، وقالوا الآتي، قالوا إحنا عايزين نيجي، إحنا عايزين نيجي، بس عشان نيجي عايزين 6 مطالب. نمرة 1 الأمن. نمرة 2 أنتوا عندكم بيروقراطية قاتلة وبقالنا بنتكلم فيها طول عمرنا، عملتوا فيها ايه؟ فندم هنقل على كده بعض الخطوات. خلينا نتكلم بجد، بلدنا في كل حته فيها بيروقراطيه. هضرب لك مثالين، تسجيل العقار في مصر بياخد 10 اشهر، تسجيل العقار في استراليا بياخد يوم. يبقى انا لو مستثمر اجنبي اجي هنا ولا اجي هنا؟ القضاء في مصر ايه اللي يمنع الدوله انها تخليه؟ برافو عليك، اديك قلتها. اذا كان عندنا نيه جاده هنعمل كل حاجه. الراجل بتاع تسجيل العقار ده وزير عدل، يشوف ايه الاجراءات اللي بتخليها تاخد مصر 10 اشهر او اكتر، ويشوف ازاي استراليا تعملها في يوم. ممكن القي باللوم على جمعيات المستثمرين ورجال الاعمال انها ما قدمتش ورقه عمل. لا انا ما اعرفش استراليا بتعملها ازاي، انا ما اعرفش استراليا بتعملها ازاي، مش شغلتي انا اعرف، بس شغلتي انا اقول. مش قصدي ان انا ليا مطالب ان 1 2 3 4 في القوانين واقدمها للحكومه. لا ده مش قانون، ده مش قانون. تسجيل العقار ده مش قانون، ده اجراء. استخراج رخصه ده مش قانون، ده اجراء. استخراج الرخص في مصر، رخص البناء بتاخد من 10 اشهر لسنه. في العالم كله اقل من شهر. نحن نريد والدوله تستطيع اذا كانت عندها النيه الصادقه تستطيع اختصار الاجراءات، تحسين الاجراءات، عمل كل حاجه ممكنه. اضرب لك امثله. انا في نادي الصيد عندما كنت رئيس نادي الصيد حبينا نجيب كشك في الجنينه. فقالوا لنا هاتوا لنا موقف الطيران المدني. هل هذا كلام معقول؟ طيران مدني؟ ايوه يا فندم. لان من ضمن مستندات الترخيص مكتوب في ورقه قديمه. انت حضرتك بعيد خالص، انت حضرتك كنت وحوالي عمارات 20 دور. لكن عندما اراد السيد مهندس التنظيم انه يعطلني احترم ورقه عنده. هذا ما نريده، ان يعاد النظر في كل هذا الكلام.
هذا الكلام في كل إجراءات الدولة، مش عايزين قوانين، كل إجراءات الدولة تختصر. إذا تستطيع مصر إذا كان داخلين بنية صادقة وبجدية حقيقية نحن نختصر البيروقراطية. أما ثلاثة ما قاله الخليجيين أن تحترم الدولة تعاقدتها. مع الأسف الشديد ظهرت موضة جديدة في البلد أن كل واحد بيتكلم ده الشركة الفلانية خدت الأرض الساحة دي رخيصة، لا نلغي العقد. ده الشركة الفلانية خدت الأرض ما عرفش إيه رخيصة، طب نلغي العقد. هذا كلام هيجيب لنا مليار اتنين مليار عشرة مليار وهخسرنا آلاف المليارات، هخسرنا أن مصر دولة ملهاش كلمة. تخيل أنت تتعامل مع تاجر سمعته في العالم ملوش كلمة، حد هيجيله؟ إذا علينا أن نحترم تعاقداتنا إلا إذا ثبت أن هناك فساد. أعلم أن هناك تانية. قانون وبعض الناس هجموه، بعض الناس اللي بيزايدوا هجموه، يعني أن الرئيس بصدد إعداده يخص احترام التعاقدات، أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم في التعاقدات التي تخص الدولة، فبيرتب هذا الأمر لمواجهة المشكلة اللي حضرتك ذكرتها. هذا موضوع أنا وللأسف بعض الناس زايدوا يا حسين بيه في التلفزيون، وطلع ناس بيقولك هذه الفساد الدولة هتغطي على الفساد اللي ممكن يبقى في التعاقدات. بص يا باشا، في أحد المرشحين رئيس جمهورية في الدورة السابقة اللي ما نجحش خدش إلا 200-300 ألف صوت عارفه كان بينادي لأنه ريز استثمار أجنبي. من إمتى الأجانب خدمونا؟ هذا الرجل لا يفهم حقيقة وضعنا. سألتالي حضرتك رقم 300 ألف صوت ده مبالغ فيه، خد أقل من كده. ده حتى يقال أنه خد أقل من التوكيلات اللي اتعملت له. طيب. أنه مثلا كان عنده 20 ألف توكيل خد 18 ألف صوت حاجة زي كده. كويس. فإذا نستطيع أن الدولة تكون جادة وتعلن للعالم أنا بحترم تعاقداتي. النقطة اللي بعدها، الخلافات الحالية بين الدولة والمستثمرين الغير مصريين والمصريين طبعا عودوا حلوها. مش ممكن يبقى فيه شركة معينة مستثمر معين مش هقول اسمه ولا موضوعه يقعد 17-18 سنة بينه وبين دولة مشاكل. تتوقع المستثمر ده حد من بلده حاجين له تاني؟ ما يقعد على ترابيزة مع الدولة ويحلوها. تشعر أن القائمين على الحكم الآن يدركون حجم هذه المشكلات؟ مؤكد. زي ما حضرتك قلت أن وزير الاستثمار الحالي والصناعة والتجارة الحالي هو من ابن القطاع الخاص وفاهم. رئيس الوزراء الحالي كان أعلم صلتك برئيس الوزراء الحالي، وحضرتك قبل اللقاء قلت لي أنا عندي ثقة شديدة جدا في هذا الرجل اللي حضرتك تعرفه من سنين، منصب إبراهيم محلب، أنه هو ميداني وأنه هو مقاتل وأنه هو منضبط وعنده مميزات كثيرة جدا يعني. وربنا يديله الصحة أنه يشتغل الساعات اللي بيشتغلها، أنا ما رشع شغل نصها. ربنا يديله الصحة ويكمل أنه طول النهار هو على رأس المشكلة بيحل المشكلة. أما راح مصنع الحديد والصلب من يومين قعد مع العمال وقال له حامل كذا محامل كذا بشرط يكون هذا مشروع اقتصادي، بشرط نجد حلول لبيع منتجات، بشرط يعني بيعطي ويأخذ للدولة. الحاجة اللي بعد كده اللي هي قوانين الاستثمار في بلدنا ومناخ الاستثمار في بلدنا يكون زي البلاد الأخرى. مش ممكن أنا برضو انسى أنا مصري، أنا بتكلم على واحد أجنبي، واحد فرنساوي، واحد سويسري يجي يشتغل في مصر وهو يجد أن قانون الاستثمار في ماليزيا أحسن. وأنا أعلم ده بالذات أنه منذ قال الخليجيين هذا كلام في ديسمبر الماضي أن وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار اشتغلوا على هذه النقطة، وأعتقد أنهم وضبوا فعلا تعديلات وتطوير في القانون المصري ليساوي القوانين للدول الطالبة للاستثمار. يعني خطوة على الطريق. أيوه. إذا أنا أرجع أقول لحضرتك كل اللي أنا قلته ده هو مش صعب حله. كل اللي قلته مش صعب حله إذا في ظل نية صادقة من الدولة. إذا كان هناك نية صادقة وعمل سريع زي شغل إبراهيم محلب. طب أنت حضرتك تتوقع إيه في الفترة القادمة؟ إيه اللي أنت يعني الخطوة اللي شايفها يعني على الإيه على المحك؟ هل جلسات مستمرة ما بين الحكومة ورجال الصناعة ورجال الاستثمار ورجال الأعمال؟ بص المشاكل اللي قدامنا أو ما يسمونها جماعة الضغط. مشاكل قدامنا معروفة. عندي مشكلة أساسية اسمها الكهرباء. الكهرباء عندنا مشكلة. سببها ايه؟ سببها اني بقالي ثلاث سنين ما بنيش محطات مع كهربا. حضرتك مع استخدام الفحم خاصة ان المهندس ابراهيم محلب لقى ان هو في حل سريع جدا لأزمة الطاقة. انا عايز استخدم الكهرباء اللي هتطلع لي ارخص. اذا كان الكهرباء الطاقة الشمسية انتاجها في مصر ارخص استخدمها. انا بقول واجب عن علم دي اغلى منتج كهرباء في مصر هي الطاقة الشمسية.
بس يمكن مع مش عشان عندي شمس بقى الطاقه الشمسيه رخيصه. لا الطاقه الشمسيه الميكانيزم بتاعها بتاع طبعا التاكها. الطاقه النوويه رخيصه. اذا امشي بسرعه في هذا المجال. احنا بقى لنا بنتكلم في الطاقه النوويه قد ايه؟ انا اقول لك انا قد ايه؟ 30 سنه. بس عايز اقول لحضرتك حاجه من الخطوات الجيده جدا اللي اتخذها المشير عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع والسيد رئيس الجمهوريه المستشار عدلي منصور هو اطلاق مشروع الضبعه. قدروا يحلوا المشكله، فضل الارض اللي كانت وبدات الايه الخطوات التنفيذيه وطرح كراس الشروط مصبوع. ويعني اتمنى ان تسير المساله بشكل اسرع. علينا ان نتكلم علميا وبالارقام. ما جيش واحد انا من من المني في بعض القنوات الفضائيه ان كانوا يمشوا في سوق خضار ويسالوا واحد بياع طماطم ايه رايك في الكهرباء نجيبها منين؟ يقول لك الطاقه الشمسيه. هو فاهم حاجه؟ هو بيبيع خضار، ده راجل عظيم جدا في مهنته. اما اسال المتخصصين مع حضرتك تمام. فيما يخص الكهرباء نسال بتوع الكهرباء، نسال العلماء، نسال اللي اتعلمه، هيقول لك الطاقه الفحم ايوه مطلوبه جدا، فيها سوء وخوف من تلوث، تلوث عنصرين الكبريت وثاني اكسيد الكربون. علينا شوف العالم كله اللي بيستعمل فحم كيف تخلص من هذا. هسأل حضرتك العالم بيعمل ايه؟ هل بالفعل